الرئيس السيسي يقدم التعازي في ضحايا العاصفة دانيال ويوجه الحكومة بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب. ضحايا العاصفة دانيال تتخطى 2000 وفاة في الشرق الليبي وأحياء بدرنة تجريفها السيول بسكانها. زلزال المغرب المدمر يتسبب في مصرع وإصابة أكثر من 3000 شخص، وجهود الإنقاذ تسابق الزمن للبحث عن ناجين. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد. وعبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، أكد الرئيس السيسي تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في ليبيا في مصابهم الأليم، معربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل وأن تمر هذه الأزمة سريعا بوحدة الليبيين. هذا وقد أصدر الرئيس السيسي توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة بليبيا إلى أكثر من 2000 وفاة وآلاف المفقودين. وقالت السلطات الليبية إن أحياء سكنية اختفت تماما بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها، مشيرة إلى أن الوضع كارثي وغير مسبوق في ليبيا. حالة طوارئ في الشرق الليبي بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة والسيول الناتجة عن العاصفة دانيال في وفاة المئات، فضلا عن آلاف آخرين أصبحوا في عداد المفقودين، حتى إن أحياء سكنية قد اختفت بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها. وبحسب رئيس الهلال الأحمر، فإن العاصفة القوية والفيضانات أسفرت عن وفاة أكثر من 2000 شخص، فيما فقد آلاف آخرون في مدينة درنة في حصيلة مرجحة للارتفاع، مشيرا إلى أن الوضع كارثي وغير مسبوق في ليبيا. على الفور أعلن في الشرق الليبي فرض حظر التجول وحالة الطوارئ لمدة 2 على خلفية العاصفة دانيال، ووجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الوزارات والجهات المسؤولة كافة بضرورة التحرك الفوري وتقديم كل أنواع الدعم اللازم للخروج من الأزمة وتسهيل خروج العالقين. كما دعا المجلس الرئاسي القوى الوطنية لوحدة الصف وتوحيد كل جهودها لتجاوز هذه الأزمة، معلنا الحداد لمدة 3 أيام في كل أنحاء ليبيا، وذلك على أرواح المواطنين الذين لقوا مصرعهم جراء الأمطار والفيضانات. بدوره دعا مجلس النواب إلى تسخير جميع الإمكانيات لمواجهة الآثار الناجمة عن السيول في المنطقة الشرقية وتقديم لاحتياجات الطارئة لمواجهة هذه الكارثة بشكل عاجل. هذا ودعا البرلمان العربي العالم إلى دعم ليبيا في مواجهة تداعيات العاصفة دانيال. وفي بيان له أوضح البرلمان أن هناك ضرورة لتقديم يد العون والمساعدة لمؤازرة ليبيا في هذا المصاب الأليم الذي يتطلب تعزيز التعاون العربي والدولي، معربا عن وقوفه وتضامنه التام مع ليبيا ودعمه لها حتى تتجاوز هذه المحنة بسلام. في الأثناء، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر استمرار الانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبرى نتيجة تأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال. وأضافت الهيئة أن السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة ستتكاثر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، محذرة من تعرض البلاد اليوم ولمدة 72 ساعة قادمة لحالة من عدم الاستقرار.
وللمزيد حول العاصفة دانيال وأثارها ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ. دكتور محمد، بعد التحية حدثنا عن هذا الإعصار وما المتوقع خلال الساعات القادمة تحديدا 72 ساعة المقبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكل متابع لما يحدث الآن في مناطق الساحل الشمالي الغربي بسبب هو يعني العاصفة دانيال تحولت بمجرد انتقالها عبر البحر المتوسط إلى مناطق شمال أفريقيا وبالخصوص المناطق الليبية إلى منخفض سطحي مغلق، ولكن حمل بكميات كبيرة من بخار المية عبر البحر المتوسط، وهذا ما أدى إلى هذه السيول والفيضانات التي اجتاحت أجزاء كبيرة من الشمال وخاصة الشمال الشرقي الليبي. عند انتقالها صباح أو فجر اليوم اتجاه الحدود الغربية المصرية ومناطق بالتحديد مناطق هضبة السلوم وسيوة ومناطق غرب مطروح، تحولت إلى يعني منخفض نوعا ما أضعف بكثير من هذا المنخفض القابع في مناطق الليبية، ونتج عنه بعض الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة وهي أمطار رعدية، بالإضافة إلى سرعات عالية نوعا ما من الرياح في مناطق ساحل الشمال الغربي. الآن وصل هذا المنخفض شرقا على حدود الدلتا الغربية وبالخصوص مناطق غرب الأسكندرية، ما زال محتفظ ببعض قوته ولكن ستتلاشى هذه القوة بمرور الوقت. وما تبقى من هذا المنخفض هو بعض سرعات الرياح وبعض الأتربة العالقة في الأجواء، ولكنها لن تصل إلى مرحلة العواصف الترابية إن شاء الله. متوقع أن يستمر هذا الشكل من المظاهر المرتبطة بهذا المنخفض غدا الثلاثاء في صورة أمطار أيضا على نفس المناطق من الساحل الشمالي وبعض مناطق شمال الدلتا، وقد تتوغل نوعا ما تجاه الداخل داخل الدلتا في صورة أمطار خفيفة، ثم تقريبا يعني ينتهي المظهر صحيح. الخاص بالسرعات العالية من الرياح أو العواصف أو الأتربة العالقة على الأربعاء إن شاء الله. سيتوجه هذا المنخفض شرقا ويقل أو يضعف تدريجيا ويتبقى منه بعض الأمطار في مناطق سيناء. نتحدث حتى يوم الأربعاء دكتور فهيمي، يعني نتحدث عن 3 أيام وحدة هذا الإعصار تنخفض بشكل كبير، يعني هي تنخفض تدريجيا. يعني للأربعاء سينتهي تماما بنهاية يوم الأربعاء، يتبقى منه بعض الأمطار على بعض مدن صحيح. القناة ومناطق شمال سيناء وأحيانا وسط وجنوب سيناء في صورة أمطار خفيفة. إذا تحدثنا عن التفسير العلمي، يعني هي ظاهرة مناخية نادرة ونادرة الحدوث ولأول مرة تحدث في المنطقة، ما هو التفسير العلمي لهذا الإعصار وإلى أي مدى يدل على أننا يعني مقبلون على تغيرات مناخية وظواهر مناخية جديدة في المنطقة؟ العالم كله مقبل على هذا التغير الكبير في المناخ، ولعل المنطقة منطقة شرق المتوسط، يعني ما حدث في ليبيا بالتحديد، يعني ما حدث في اليونان قبل وصوله لليبيا قد يكون طبيعيا نوعا ما من ناحية الحدة أو العنف، ولكن ليس طبيعيا من ناحية التوقيت. احنا ما زلنا في فصل الصيف، فصل الصيف سينتهي في خلال أقل من أسبوعين من الآن، ولكن ما زلنا في فصل الصيف ومناطق شمال أفريقيا غير معتادة على أمطار صيفية، هي أمطارها شتوية. هذا ما سيحدث خلال الفترات القادمة للأسف الشديد، ولعل العالم كله تابع مخرجات مؤتمر المناخ شرم الشيخ الكوب 27، وكان أهم ما خرج عن هذا المؤتمر هو إقرار مبدأ الخسائر والأضرار، أن يقوم العالم المتقدم الدول المتقدمة الصناعية الكبرى والمسبب الأكبر لظاهرة تغير المناخ والاحتباس الحراري بتعويض الدول المضارة. يعني ليبيا الآن فقدت صحيح. آلاف الأرواح وفقدت بنية تحتية وفقدت كثير من الأمور الاقتصادية التي تقدر بمليارات الدولارات، يعني ليبيا لا تشارك بأي حال من الأحوال في غازات الاحتباس الحراري، يعني كل أفريقيا لا تشارك إلا 3%، يعني هذا ليس ذنب هذه الدول، وبالتالي صحيح. يجب تفعيل ما تم إقراره في مؤتمر المناخ، تفعيل صندوق الأضرار والخسائر، وهذا ما نتوقعه ونتمناه خلال المؤتمر الكوب 28 إن شاء الله في الإمارات. طب دكتور فهيم، أخيرا يعني السؤال الأهم الذي يشغل بال الشارع المصري في هذه الأثناء، ما هي
النصائح التي يمكن أن توجه للمواطنين للتعامل مع تداعيات هذا الإعصار خلال الساعات المقبلة، تحديدا نتحدث عن 72 ساعة حتى يوم الأربعاء؟ المناطق المعرضة نوعا ما لهذه المظاهر هي ما زالت مناطق الساحل الشمالي الغربي، ولذلك يجب الحذر الشديد في التحرك ما بين المناطق، يعني مناطق غرب وشرق مطروح، الوديان، إن كان في بعض الأنشطة أو بعض المواطنين الموجودين في الوديان يجب أن يكون هناك حذر شديد من وجودهم في الوديان. تعلم حضرتك أن عند وجود بعض الأمطار الأماكن المرشح وجود فيها أمطار أو ما يسمى بالجرائن السطحية الوديان، فكل أهالينا في البد وفي مناطق البدوية وفي مطروح الموجودون في مناطق الوديان عليهم الحذر الشديد. أما مناطق الداخل فيتبقى بعض الأمطار نوعا ما في مناطق الساحل الشمالي، الساحل الشمالي شمال الدلتا بالتحديد ومناطق شمال سيناء، فيجب أن يعني يكون هناك حذر في عند وجود سرعات عالية من الرياح، عدم التواجد تحت الأعمدة الكهربائية، عدم التواجد في الأماكن المفتوحة نوعا ما. أما بالنسبة للمزارعين وهذه نصيحة مهمة، وخاصة نحن في توقيت حصاد الأرز وحصاد بعض المحاصيل مثل القطن، يجب أن يكون هناك يعني حذر من عدم حصاد الأرز غدا أو نشره، حتى لو في مناشر موجودة للأرز يجب أن يتم الحفاظ على المحصول الموجود وعدم تعرضه للأمطار في حالة وجود أمطار، بسبب أن للأسف التوقعات في مثل هذا التوقيت من السنة تكون متغيرة. صحيح. والنماذج لا تلاحق التسارع الموجود، لأني أنا لا في الصيف ولا في الشتاء، وبالتالي هذه مرحلة انتقالية تسارع كبير جدا، ولكن الحذر هنا مهم جدا لكل أهلنا سواء كان في البادو أو أهلنا المزارعين. دكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. ومن إعصار ليبيا إلى زلزال المغرب، حيث قال سفير مصر لدى المملكة المغربية السفير ياسر عثمان إن المغرب يثمن تضامن مصر قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب المغربي الشقيق في مصابه الأليم إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ليلة الجمعة الماضية. هذا وأضاف السفير أن مصر أكدت موقفها المساند والداعم للمغرب على أعلى مستوى من خلال رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب المغربي والملك محمد السادس، وهو الأمر الذي تلقاه الجانب المغربي بالكثير من التقدير. وفيما يتعلق بأحوال الجالية المصرية المقيمة بالمملكة، أوضح السفير أنه تم تشكيل خلية أزمة بالسفارة تتولى متابعة أحوال المصريين بالمغرب والتعرف على أوضاعهم في المناطق المختلفة. إلى ذلك ارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة الماضية إلى 2681 على الأقل، فضلا عن أكثر من 2500 مصاب، وذلك وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الداخلية. هذا ويسابق رجال الإنقاذ المغاربة الزمن بدعم من فرق أجنبية للعثور على ناجين وتقديم المساعدات لمئات المشردين. لا يزال الأمل باقيا في العثور على ناجين رغم دخول عمليات الإنقاذ يومها الثالث جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب مساء الجمعة الماضية. المملكة المغربية أعلنت الاستجابة لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات لمواجهة تداعيات الزلزال، كما أعلنت دول عدة بينها فرنسا والولايات المتحدة استعدادها لتقديم المساعدة. وفي انتظار انتشار فرق الإنقاذ الأجنبية
يعمل المسعفون والمتطوعون وأفراد من القوات المسلحة من أجل العثور على ناجين وانتشال جثث من تحت الأنقاض، خاصة في قرى إقليم الحوز مركز الزلزال جنوب مدينة مراكش السياحية في وسط المملكة. وسجلت أكبر حصيلة للضحايا في إقليم الحوز الذي يمتد في معظمه على جبال الأطلس الكبير، محتضناً العديد من القرى النائية وسط تضاريس وعرة، ومعظم بيوتها تقليدية لا تتضمن شروط مقاومة الزلازل. وإضافة إلى الحصيلة البشرية والدمار، أثار زلزال خشية على مصير مواقع تاريخية خصوصا في مراكش، حيث تعرضت المدينة القديمة ومواقعها المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي إلى أضرار بسبب الزلزال. وفي مواجهة لحجم الدمار، تشهد مدينة مراكش حملات تضامن مع المتضررين والجرحى، خصوصا لجهة التبرع بالدم، حيث أقبل العديد من سكان المدينة إلى المستشفيات للمساعدة، بينما قام آخرون بجمع مساعدات غذائية. الزلزال الذي وقع بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني هو الأقوى في تاريخ المغرب على الإطلاق. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري، أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن هناك أكثر من 70 دولة أعلنت استعدادها لمساعدة المغرب. وأوضح وهبي أنه تم تشكيل لجنة لدراسة عروض الدول للمساعدة جراء الزلزال المدمر. هناك مداشر ودواوير اختفت نهائيا، يعني وقع دمرت نهائيا من حيث وجودها. بالنسبة للمساعد للتدخل، هناك تدخل للجيش، تدخل للدرك الملكي، تدخل للمجتمع المدني، ثم تدخل للسلطات العمومية وللوسائل، جميع الوسائل ما فيها الجوية والطرقات كلها تتدخل للإنقاذ وتقديم العلاج. الجيش مثلا وضع مستشفيات ميدانية. أكد رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع غينيا الاستوائية والدفع بها قدما نحو آفاق أرحب وأوسع ما يخدم صالح البلدين وشعبيهما. وخلال لقائه، رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية تريزا إيفوان سانغ، شدد رئيس مجلس النواب على أهمية تطوير وتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وتبادل الخبرات التشريعية، داعيا إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتعاون الاقتصادي والتجاري. من جانبها، أكدت رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبة غينيا الاستوائية في تعزيزها. استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية والوفد المرافق لها. وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الشيوخ بعمق العلاقات بين البلدين، مؤكدا أهمية تطويرها للوصول بها إلى أفضل المستويات، خاصة في ظل وجود رغبة صادقة على مستوى القيادة السياسية في البلدين لدعم التعاون الثنائي. من جانبها، أكدت رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية أن زيارتها لمصر تهدف إلى تطوير العلاقات البرلمانية بين الدولتين والاستفادة من الخبرات المصرية الممتدة في الحياة النيابية. هذا وقام الجانبان بتوقيع مذكرة تعاون بين مجلسي الشيوخ بالبلدين، كما وافقا على إنشاء جمعية صداقة بين المجلسين. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة مقترحات تطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية، حيث أكد رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماعات إجراء أكبر قدر من المناقشات المعمقة من أجل التوصل لأفضل الحلول التي تحفظ التراث والنسيج المميز للمنطقة وتسهل الحركة المرورية. كما تم استعراض تفاصيل المقترحات التي تحقق أغراض التطوير المشار إليها، حيث وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع آخر بين الفنيين والمختصين للاستقرار على المخطط النهائي الذي يفي بأغراض الحفاظ على الأماكن الأثرية والتراثية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في ضوء رغبة عدد كبير من الشركات الصينية للاستثمار في السوق المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة المشروعات الجديدة بالمنطقة الصناعية الصينية، حيث أشار مدبولي إلى أن الشركات الصينية تسعى للاستفادة من حوافز الاستثمار التي تمنحها مصر، بالإضافة لاستغلال حجم السوق الكبير المتاح للتصدير إلى الدول والتكتلات التي ترتبط باتفاقات تجارة حرة مع مصر. وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الوزراء بدراسة الطلبات التي وردت من الشركات الصينية واحتياجاتها المختلفة من مواد خام وطاقة، حتى يتسنى المضي قدما في تعزيز الشراكة مع الجانب الصيني. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن انعقاد المنتدى القومي للاستثمار خلال النصف الأول من العام المقبل يأتي تأكيدا لالتزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ إجراءات عملية من أجل تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. خلال ترأس اجتماع اللجنة الوزارية العليا لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار، أوضح مدبولي أن تنظيم هذا المنتدى كان ضمن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي في أول اجتماعات المجلس بعد إعادة تشكيله. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، وذلك في إطار متابعة جهود الهيئة لجذب وتشجيع الاستثمارات في مصر. وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى أنه تم تسليم الرخصة الذهبية لأربع شركات، ليصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى 22 شركة، مع الاتجاه نحو التوسع في إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات. وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم التنويه إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار بتسليم عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة دمياط للأثاث. وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال المستشار وليد حمزة إن الهدف من توقيع البروتوكول الحصول على قاعدة بيانات ذوي الهمم حتى يتسنى للهيئة الوطنية توزيعهم على لجان فرعية محددة في الطوابق الأرضية، ويسهل عليهم الدخول والخروج من اللجان، لافتا إلى أن الوزارة ستوفر طريقة بريل في عمل التصويت للتسهيل على ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في العملية الانتخابية. الحقيقة احنا في ثلاثتنا بنوقع بروتوكول شايفينه مهمتنا الأساسية ومسؤولياتنا الأساسية كجهات حكومية تدعم العملية الانتخابية بكل قوة وكفاءة وشفافية، عشان نقدر نوسع أكبر قدر ممكن من القاعدة الانتخابية. حق التصويت وحق الانتخاب مكفول للجميع بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز ضدهم، وهذا ما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. البروتوكول بيمثل إن شاء الله أحد الأدوار اللي المفروض الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بيها بشأن مساعدة ذوي الهمم، وبإذن الله لازم يعرفوا أنه لهم حقوق تصويتية ودستورية يقوموا بيها إن شاء الله على أكمل وجه. إحنا النهاردة بنهتم جدا بالتمكين السياسي والحق السياسي، فالحقيقة أنا سعيدة جدا إن إحنا هذا البروتوكول سوف يعمل على هذا التمكين في من خلال الفترة القادمة في الانتخابات الرئاسية، والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وغرفة العمليات اللي هتقوم بيها في المجلس، وأكيد بمتابعة عملية الانتخابات بإذن الله. أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد لتوفير كافة أنواع السلع، إضافة إلى المستلزمات المدرسية بتخفيضات تصل إلى 40%، كما قامت منظومة أمان بطرح عبوات غذائية بتخفيضات تصل إلى 50%. احنا ولادك يا بلادي اللي تجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا. أطلقت وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية مرحلة جديدة من مراحل مبادرة كلنا واحد، وهي المرحلة 24، والتي تتزامن مع قرب حلول العام الدراسي الجديد. وتهدف الوزارة من هذه المرحلة إلى الاستمرار في توفير السلع الغذائية وغير الغذائية، إضافة إلى المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة،
تصل نسبتها إلى 40%، تخفيفا عن كاهل المواطنين ومن منطلق تفعيل الدور الاجتماعي في المنظومة الأمنية. نشكر سيد رئيس الجمهورية، بنشكر وزارة الداخلية على الدعم اللي عاملاه ومقدماه للجمهور بمناسبة موسم العودة للمدارس، وذلك لتسهيل على المواطنين بتوفير البضاعة بأسعار مخفضة، سواء البضائع المدرسية أو الملابس المدرسية، حتى البضائع الاستراتيجية كمان متوفرة وبأسعار مناسبة وبأسعار مخفضة وبكميات وفيرة. كل حاجة في مبادرة كلنا واحد متوفرة الحمد لله بأسعار وجودة عالية. نشكر السيد الرئيس بشكل جزير جدا على وقفته معنا وعلى المبادرة اللي عملها لنا، ومتشكرين جدا لحضرتك وربنا يخليك لنا يا رئيس. أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا. تشهد هذه المرحلة من المبادرة مشاركة واسعة من السلاسل التجارية وكبار الموردين وأصحاب المصانع والمكتبات الكبرى. كل هذه الكيانات توفر منتجاتها عبر 1513 منفذا على مستوى الجمهورية، فضلا عن 6 معارض رئيسية و37 معرضا فرعيا، تهدف إلى تحقيق الوفرة في المعروض بالأسعار المخفضة وتيسيرا على المواطنين في الوصول إليها. أتاحت الوزارة أسماء وعناوين الكيانات المشاركة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. كان لنا كل الفخر والشرف أن احنا نبقى داعمين ومساهمين بمنتجاتنا في المبادرة اللي وصلت التخفيضات فيها لأكثر من 40%، واللي أدت بصورة كبيرة جدا وبشكل ملحوظ في منافسة المنتجات الأخرى. دي رابع سنة ليا مع وزارة الداخلية وفي مبادرة كلنا واحد، إن أنا بشارك فيها طبعاً، في إقبال كثيف طبعاً على المواطنين، لأن زي ما أنت حضرتك عارف المواطن طبعاً بيحب الجودة حلوة، وإحنا الجودات اللي نازلة هنا من الكشاكيل والشنط والكراريس جودة عالية جداً وصناعة مصرية وبتخفيض 40%. مبادرة كلنا واحد دي بصراحة أنا بستناها من سيادة الرئيس، لما بتبقى موجودة إحنا بننزل بنشوف السلع اللي إحنا محتاجينها، والسلع الاستراتيجية بصراحة بتبقى سعرها أقل من بره بكتير جدا. سيادة الرئيس بصراحة اللي بيعمله معانا في المبادرات دي يعني إحنا بيوفر علينا مصاريف كتير جدا. فاجئت، الأسعار جميلة جدا، الخامات حلوة، المنتجات حلوة. شكرا وربنا يخليك لينا يا ريس، وربنا يجعله عام موفق لينا جميعا ان شاء الله. لما بخش الاماكن اللي بتبقى موجود فيها المبادره بتاعه كلنا واحد بلاقي فيه توفير اكتر في الاسعار وفي الكميات عن الفروع اللي بره. احنا مصر ومصر احنا في كل صار، والحكايه مستمره من سنين، كل واحد فينا شرطه ولا شعب حبها في قلوبنا بعد الدين. منذ اللحظة الأولى لانطلاق المرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد في 7 من الشهر الجاري، والإقبال كبير من قبل المواطنين على شراء كافة احتياجاتهم بخاصة من المستلزمات المدرسية، مستفيدين من فارق الأسعار التي أتاحتها المبادرة لهم في هذا التوقيت. لقينا أسعار الأدوات المدرسية كويسة، أحسن من بره بكتير وأرخص. بنقول للرئيس شكراً على المبادرة اللي حضرتك عملها لنا وبتساعدنا. الأسعار أحسن من بره بكتير وفرقت معايا كتير طبعاً، ووفرت معايا في جيبي. لما نيجي نلاقي إنها تخفيضات 30% و40% عن الأسواق بره، فطبعاً ده عامل فرق كبير وعامل مساعدة وعون لينا. أحب أقول لسيادة الرئيس شكرك على المبادرات والإنجازات اللي بتحاول تعملها لنا. أحب أشكر طبعاً الرئيس على المبادرة دي، إن هي مفيدة ليا والناس كتير وجاية في وقتها المناسب. يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. ومع انطلاق مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد، تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الغذائية وغير الغذائية عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة، وهي موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. كما تقوم المنظومة بطرح عبوات تحتوي على سلع غذائية أساسية لبيعها للمواطنين بنسبة تخفيض 50%. جينا منفذ أمان على طول، إحنا بنيجي نتسوق من عندهم هنا، الأسعار بتاعتهم مخفضة وكويسة، ولقينا منزلين عرض مبادرة السيد الرئيس السيسي. كرتون النهاردة والله محتوياتها كويسة، بتفرق معنا في الأسعار، في كميات كويسة وأسعار كويسة، فبتفرق معنا في ظروف المعيشة. تستمر وزارة الداخلية عبر مبادرة كلنا واحد في كل مراحلها في دعم ومساندة الأسر المصرية لتخفيف الأعباء عنهم، بخاصة في المناسبات المختلفة كبداية العام الدراسي الجديد. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها.
موسكو وتؤكد استمرار عملياتها العسكرية حتى تحقيق أهدافها، وتشدد على مواصلة تحسين أساليبها في مكافحة هجمات الطائرات المسيرة. أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي مباحثات مشتركة في العاصمة أسمرة، تضمنت مجريات وتطورات الأوضاع في السودان إلى جانب بصارة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. أوضح مجلس السيادة الانتقالي أن مباحثات الجانبين تناولت دعم آفاق التعاون المشترك بين البلدين، مشيدا بمواقف الرئيس الإريتري الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية التي عبر عنها من خلال مشاركته في أعمال قمة دول جوار السودان التي عقدت بالقاهرة، وكذلك في قمة دول الإيجاد التي استضافتها جيبوتي مؤخرا. أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية أن أكثر من 60 مسلحا من عناصر حركة الشباب الإرهابية قتلوا في صد هجوم على قاعدة عسكرية رئيسية في منطقة شبيلي الجنوبية. وقال مسؤول بمنطقة شبيلي إن المسلحين استخدموا متفجرات في مهاجمة القاعدة وهاجموا البلدة من اتجاهين الشمال والغرب، فيما استمر القتال قرابة ساعتين. دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى تحقيق دولي في انفجار ميناء بيروت الذي وقع في 4 أغسطس عام 2020. قال تورك أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه بعد 3 أعوام من انفجار ميناء بيروت الذي أوقع أكثر من 200 قتيل وتسبب بإصابة أكثر من 7000 من بينهم أكثر من 1000 طفل لم تتم أي مساءلة. وأضاف تورك أن هناك مخاوف عديدة أثيرت بشأن تدخلات في التحقيق على خلفية أزمة اقتصادية واجتماعية حادة وحوكمة ضعيفة. اتهم المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف كييف بمواصلة شن هجمات على روسيا، مشددا على ضرورة استمرار العملية العسكرية الروسية لمواجهة التهديد الأوكراني. وأوضح بيسكوف أن القوات الروسية وقوات الدفاع الجوي وأجهزة الأمن تواصل تحسين أساليبها في مكافحة هجمات العملية العسكرية الروسية حتى تحقيق كامل أهداف موسكو والقضاء على أي تهديد في المستقبل. أعلنت أوكرانيا أن قوتها استعادت مزيد من الأراضي على الجبهتين الشرقية والجنوبية في إطار هجومها المضاد على القوات الروسية. وقالت هانا مليار نائبة وزير الدفاع إن القوات الأوكرانية استعادت قرابة 2 كيلومترين من الأراضي الأسبوع الماضي في محيط مدينة بخموت. وأضافت مليار أن القوات الأوكرانية استعادت 49 كيلومترا بالقرب من بخموت منذ بدء هجومها المضاد قبل 3 أشهر. إلى ذلك، أعلنت المخابرات العسكرية الأوكرانية أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على منصات بحرية للتنقيب عن الغاز والنفط قرب شبه جزيرة القرم. وأوضحت المخابرات العسكرية الأوكرانية أن استعادة السيطرة على منصات التنقيب تمثل أهمية استراتيجية، مشيرة إلى أن روسيا فقدت القدرة على استخدامها لأغراض عسكرية. أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارة للعاصمة الأوكرانية أكدت أحقية كييف بالانضمام للاتحاد الأوروبي. وقالت بيربوك إنه بإمكان أوكرانيا أن تعتمد على أوروبا، مشيرة إلى ضرورة توسيع الاتحاد الأوروبي ككتلة سياسية ضرورية للحرب الروسية. An jedem einzelnen Tag, no matter how long.
أعلنت مفوضية الانتخابات الروسية فوز حزب روسيا الموحدة الموالي للكرملين في انتخابات محلية أجريت في 4 مناطق أوكرانية ضمتها موسكو في اقتراع رفضته كييف. قال مسؤولون عينتهم روسيا أن الناخبين في المناطق الجنوبية والشرقية التي تسيطر عليها القوات الروسية جزئيا في أوكرانيا دعموا بغالبية كبيرة ودعموا حزب روسيا الموحدة، مؤكدين أن الحزب فاز في كل منطقة بأكثر من 70% من الأصوات. حذر الاتحاد الأوروبي روسيا من عواقب تنظيم الانتخابات في الأراضي الأوكرانية التي ضمتها موسكو. وأكد الاتحاد الأوروبي رفضه بشدة ما وصفه بمحاولات روسيا لإطفاء الشرعية أو تطبيع سيطرتها العسكرية غير القانونية وضم جزء من الأراضي الأوكرانية على حد تعبيره. وكانت موسكو قد أعلنت فوز حزب روسيا الموحدة الذي يتزعمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه المناطق والواقعة في شرق وجنوب أوكرانيا. أعلن الكرملين أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيزور روسيا قريبا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأوضح الكرملين أن كيم سيزور روسيا في الأيام المقبلة بدعوة من بوتين، في حين ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيمين سيلتقيان لبحث العديد من الموضوعات المشتركة. ويقول مسؤولون أمريكيون أن الزعيمين سيناقشان صفقات أسلحة محتملة لمساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا، هذا إلى جانب تزويد كوريا الشمالية بمساعدات اقتصادية. بدأت اليوم في أرمينيا مناورات مشتركة تستضيفها إيريفان مع قوات حفظ السلام الأمريكية، وتهدف المناورات إلى زيادة مستوى قابلية التشغيل البيئي بين القوات الأرمينية والأمريكية في مهام حفظ السلام الدولية. وتنظر موسكو باستياء إلى هذه المناورات، حيث استدعت الجمعة الماضية سفير أرمينيا منددة بالإجراءات غير الودية. تتواصل فعاليات التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإندونيسيا وأستراليا والقوات المتحالفة الأخرى في جزيرة جاوا الإندونيسية. تستمر التدريبات العسكرية المعروفة باسم جارو دا تشيلد لمدة 2 أسبوع على ساحل مقاطعة جاوا الشرقية، متضمنة تدريبات بالذخيرة الحية. تجرى التدريبات بين الجنود الأمريكيين والإندونيسيين وحلفائهم منذ عام 2009، وتعمل الإدارة الأمريكية على تعزيز قوس من التحالفات العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لطمأنة الحلفاء بشأن التحركات العسكرية للصين. اختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة إلى فيتنام، حيث التقى مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وسلط الضوء على الصفقات والشراكات الجديدة بين البلدين. والتقى بايدن برئيس الوزراء الذي رافقه أيضا في اجتماع سريع مع قادة الأعمال. في وقت تشهد فيه منطقة بحر الصين الجنوبي توترات على عدة محاور، يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بالزيارة إلى فيتنام في إطار محاولات واشنطن لتعزيز تواجدها في المنطقة ومواجهة نفوذ الصين المتصاعد. زيارة بايدن جاءت في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية نمواً متزايداً، ويحتدم النزاع الطويل الأمد في المنطقة بين فيتنام والصين بخصوص بحر الصين الجنوبي. الرئيس الأمريكي اجتمع مع زعيم الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام نوغوين فو ترونغ، حيث حذر في بيان من التهديد أو استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي الذي يشهد توترات متصاعدة مع بكين، وأكد دعمهم الراسخ للحل السلمي للخلافات وفق القانون الدولي. بكين تطالب بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره مبادلات تجارية بمليارات الدولارات سنويا، متجاهلة قرارا صادرا من محكمة دولية في عام 2016 نص على أنه لا أساس قانونيا لموقفها. وعلى الجانب الآخر تطالب فيتنام وكذلك الفلبين وماليزيا وبروناي بأجزاء من هذه المنطقة البحرية، مما يثير توترات وحوادث متواصلة. واشنطن
من جانبها أكدت التزامها بمواصلة دعم فيتنام في تنمية قدراتها على الدفاع الذاتي في وقت تتصاعد فيه التوترات بالمنطقة. وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرم الرئيس الأمريكي خلال الزيارة اتفاقات هامة مع فيتنام تتعلق بأشباه الموصلات والمعادن، في الوقت الذي رفعت فيه الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا الولايات المتحدة إلى أرفع مكانة دبلوماسية إلى جانب الصين وروسيا. تحيي الولايات المتحدة اليوم الذكرى السنوية 22 لهجمات 11 من سبتمبر والتي حدثت في عام 2001. هذا وأضيئت سماء المكان الذي تواجد فيه سابقا برجان مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك من خلال عرض ضوئي سنوي يمكن رؤيته على بعد أميال تخليدا لأرواح ضحايا الحادث. اثنان وعشرون عاما مروا على هجمات 11 من سبتمبر والتي استهدفت مراكز حيوية وسيادية في الولايات المتحدة الأمريكية، راح ضحيتها الآلاف والتي كانت نقطة بداية للحرب الأمريكية على الإرهاب الذي كان مركزه تنظيم القاعدة الإرهابية في أفغانستان. هجمات 11 من سبتمبر وقعت بعد اختطاف 4 طائرات نقل مدني بواسطة أفراد يتبعون لجماعة القاعدة الإرهابية. تم توجيه الطائرات لتصطدم بأهداف محددة في الولايات المتحدة بما في ذلك ناطحتا سحاب في الحي المالي في مانهاتن. استهدفت إحدى الطائرات مبنى البنتاغون مقر وزارة الدفاع الأمريكية، فيما تحطمت أخرى في حقل في ولاية بنسلفانيا بعد أن استعاد الركاب السيطرة عليها من يد الخاطفين. تدمير مركز التجارة العالمي والهياكل الأساسية المجاورة أضر اقتصاد مدينة نيويورك بصورة حادة وكان ذو أثر كبير على الأسواق العالمية، وتم إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية الأمريكية والكندية حتى 13 من سبتمبر. هذا اليوم العصيب الذي شهدته الولايات المتحدة كان له تداعياته التي غيرت بالتأكيد ملامح السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وبطبيعة الحال بدأت حرب الولايات المتحدة على الإرهاب من أفغانستان. فبعد أقل من شهر على الهجمات أعلن الرئيس الأمريكي حينها جورج دبليو بوش عملية غزو أفغانستان بدعم من تحالف دولي للقضاء على تنظيم القاعدة. بعد 20 عاما من الوجود العسكري في أفغانستان اختارت الإدارة الأمريكية ذكرى يوم الهجمات ذاته 11 من سبتمبر موعدا رمزيا للانسحاب الكامل في عام 2021. صدم الانسحاب الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة بعدما انهارت في أسابيع القوات الأفغانية التي دربها الغرب. ليؤكد الكثيرون أن الحرب الأمريكية على الإرهاب لم تثن التنظيمات الإرهابية حول العالم عن مخططاتها الإرهابية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات بشأن إصدار مجلس الوزراء قرارا بفرض رسوم بقيمة $1000 على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم. شدد المركز على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها والخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول، موضحا أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة $1000 لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية. أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ بالتعاون مع أكاديمية ناس سلسلة ندوات حول أهمية التعليم الفني والتقني ودوره الفعال في بناء المجتمع والنهوض بالصناعة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك داخل محافظة دمياط، حيث كانت مبادرة ابدأ قد أطلقت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط والمتخصصة بمجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن، والتي سيتم بدء الدراسة بها بالعام الدراسي 2023-2024 بعد تطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية والورش والفصول التعليمية، إضافة إلى المعدات والأدوات المتعلقة بمجال التخصص، فضلا عن تطوير المناهج الدراسية. يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا. أطلق التحالف قافلة طبية بحلوان شملت 5 تخصصات طبية لتوقيع الكشف على المواطنين بالمجان وصرف الأدوية المختلفة لهم.
جهود متواصلة لا تتوقف للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم كل الخدمات المختلفة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجاً، حيث تجددت هذه المرة بإطلاق القافلة الطبية بحلوان. القافلة شملت 5 تخصصات طبية لتوقيع الكشف على المواطنين بالمجان وصرف الأدوية المختلفة لهم بمشاركة عدد من الأطباء المتخصصين. كنا بنشتغل تحت مظلة التحالف الوطني. احنا كراعي مصر النهارده داخلين القافله، متواجدين في القافله في منشيه جمال عبد الناصر التابعه لمنطقه حلوان. معانا حوالي 6 تخصصات، معانا رمض، معانا عظام، معانا جلديه، معانا بطنه، معانا نسا، بالعلاج بتاع كل تخصص. يعني احنا النهارده مشاركين في قافله التحالف الوطني في منطقه حلوان من خلال 50 متطوع بنشارك في تنظيم القافلة. بداية المستفيد ان هو داخل من على البوابة، مرورا بالشادر، مرورا ان هو يدخل للعيادة او ان هو يكون بيستلم الكرتونة. الهدف الاساسي ان احنا بنيسر على اهالينا، بنكشف على مرضى العظام تمام في العيادة، بنعمل فحص، بنشوف المريض محتاج حاجة، لو في اشعات او تحاليل بنكتبها للمريض تمام، والمريض بيتابع معانا سواء بيجيب لنا التحاليل او الاشعات في مكان احنا بنحدده تبع المؤسسة تمام، او بيتواصل معانا مثلا على التليفون عن طريق الواتساب ولا حاجة تمام. بنصرف أدوية للمرضى. احنا النهاردة بنشارك في القافلة الطبية في منطقة حلوان، معانا عيادة عظام، عيادة نساء، عيادة رمض، عيادة جلدية، عيادة أطفال، عيادة بطنة. القافلة الطبية بحلوان شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين الذين أشادوا بجهود التحالف الوطني وتقديم الخدمات المختلفة لهم والعمل على تلبية متطلباتهم المعيشية وتقديم خدمة صحية متكاملة. هنا التنسيق زي الفل، قاعدين على الكمبيوتر تسجيل خدمة إلكترونية زيهم زي التأمين، بتنظيم دور صف حريم، صف الرجاله، التنظيم زي الفل. القافله كويسه جدا تمام، يعني ربنا يخليكم لينا، تعبناكم معانا. الدكاتره بيقعدوا بيسمعوا الكلام لغايه الاخر. انا اول ما جيت دخلت جبت قدمت البطاقه بتاعتي، ادوني ورقه الكشف على الرمض، دخلت كشفت وشيء ممتاز والله. جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لم تتوقف عند هذه القافلة فقط، بل شملت أيضا توزيع 220 كرتونة مواد غذائية بالتعاون مع مؤسسة أبو العنين لمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. النهاردة بنقدم أدوية لكل المرضى اللي جم كشف النهاردة، ووفر راعي مصر الأطباء نعم، وبفضل تعالى احنا برضو بنقدم النهاردة الكراتين التموينية، مئات الكراتين التموينية احنا بنوزعها النهاردة. تنوع الخدمات المقدمة للمواطنين هو ما يميز عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي يأتي ترجمة للتعاون الذي يتم بين منظومة عمل التحالف ومؤسسات الدولة كافة بتواجدهم في جميع المحافظات للتخفيف عن المواطنين. محمود جميل، التلفزيون المصري. الآن جاء موعدنا مع آخر أخبار المال والأعمال لنشرة التاسعة. بقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة ميرنا إيهاب، إليك ميرنا. شكرا لكم محمد وأداء، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة مشاورات وطنية حول تعهدات مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت وزيرة التخطيط هالة سعيد أن مصر تولي اهتماما بالغا بالمشاركة في أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وتقديم إسهاماتها لأجندة عمل القمة. نهج الدولة المصرية دايما هو نهج تشاركي، دايما الحكومة تتشاور مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، الأكاديميين، ممثلي المجالس النيابية، كله كان حاضر النهاردة طبعا بالإضافة للشباب والمرأة. زي ما حضراتكم شفتوا ده الهدف منه، ان احنا بنستعرض جهود الدولة في مجال التنمية المستدامة، وبنقول ايه اللي احنا مصر هتقدمه في قمة أهداف التنمية المستدامة، لان السنة دي هي في منتصف المدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. احنا الأهداف أطلقت في 2015 والمستهدف ان هي تنتهي او ان العالم كله يحقق هذه الأهداف بحلول 2030. Our main objective of the partnership between
the UN and the government of Egypt. الشراكة مستمرة ما بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية في خدمة ال 17 مجال أو ال 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة، ولذلك فنحن سعداء جدا ونقدر جدا أن الحكومة المصرية ومصر ككل كبلد بشكل عام تلتزم بأهداف التنمية المستدامة رغم كل الظروف الصعبة التي تواجه العالم والأزمات التي تواجه المنطقة والعالم، أثر كوفيد 19، أثر الصراعات والحروب والأزمات في العالم، والأثر الاقتصادي الناتج عن هذه الصراعات على الاقتصاد العالمي، إلا أن مصر لا تزال ملتزمة. ولذلك فإن مصر والحكومة المصرية ستقدم التزاماتها بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة في القمة الخاصة بالتنمية المستدامة في الأمم المتحدة خلال الأسبوع القادم. أكد وزير البترول طارق الملا أهمية الاستمرار في تطبيق أحدث تكنولوجيات في عمليات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز والاستمرار في زيادة معدلات الإنتاج وخفض المصروفات. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة جابكو لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي الحالي 2022-2023، حيث أشاد الملا بالنتائج التي حققتها الشركة ونجاحها في زيادة معدلات الإنتاج والتغلب على التحديات التي واجهتها من خلال التعاون والتكامل مع شركائها. في أسواق البترول العالمية انخفض خام برنت بنسبة تقدر ب 25% ليصل إلى 87.29 دولار للبرميل، بينما سجل خام غربي تكساس الوسيط الأمريكي 86.77 دولار للبرميل منخفضا بنسبة 74 سنتا أو 9%. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة تقدر ب 1.6% لتصل إلى 3.3 دولار للتر. هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 31% لتسجل 2.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقعت السعودية والهند أكثر من 50 اتفاقية في منتدى الاستثمار الذي عقد برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بنيودلهي. وأوضحت وزارة الاستثمار السعودية أن الاتفاقات تشمل مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال والكيماويات والطاقة والصناعات المتقدمة. انتهت أخبار الاقتصاد والعودة إليكم محمد وأدى. شكرا لك مرنا. بدأ بركان كيلويا في هاواي والذي يعد أحد أنشط البراكين في العالم في الثوران بعد هدوء دام شهرين. وقال مرصد البراكين في هاواي إن الغازات المنبعثة من ثوران البركان في منتزه وطني في بيج آيلاند سوف يتسبب في ضباب دخاني بركاني في اتجاه الرياح في كيلويا. وأكد المرصد ضرورة أن يتجنب المواطنون الذين يعيشون بالقرب من المنتزه الجزيئات البركانية التي يطلقها الثوران في الهواء. الآن موعد وقفتنا الرياضية في نشرة التاسعة. الوقفة الرياضية مجددا مع مرنا إيهاب الأكمل. شكرا لكما أدا ومحمد. والآن مشاهدينا جولة في أهم وأبرز الأحداث الرياضية محليا وعالميا. انطلقت بالعاصمة الإدارية فعاليات قرعة دوري أنيل للموسم الجديد لعام 2023-2024 بساحة الشعب، وسيبدأ نادي الأهلي مشوار الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة نظيره المصرية في الجولة الأولى، بينما يبدأ الزمالك الذي يبحث عن العودة للتدويق ببطولة الدوري مشواره بمواجهة قوية أمام نادي بيراميدز في الجولة الأولى. وستشهد الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك، ويتنافس 18 فريقا هذا الموسم في البطولة لخوض بطولة الدوري التي من المتوقع انطلاقها في 18 من سبتمبر الجاري وتنتهي في 30 من يوليو.
فاز منتخب مصر الأولمبي على منتخب روسيا للمحليين في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما اليوم. وفي المباراة الأولى كان المنتخب الأولمبي قد تعادل مع منتخب روسيا بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعتهما الخميس الماضي على استاد السويس الجديد. تأتي المباراتان ضمن برنامج إعداد منتخب مصر الأولمبية لأولمبياد باريس من عام 2024. اختتم منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادا لمواجهة تونس وديا غدا، وتقام المباراة في 7 مساء باستاد الدفاع الجوي ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار في شهر يناير المقبل. يواجه الآن المنتخب المصري للكرة الطائرة الرجال مع نظيره الكاميروني بالشوط الرابع في نصف نهائي البطولة الأفريقية التي تقام بالقاهرة. وفاز المنتخب في الشوطين الأول والثاني، بينما فاز الكاميرون في الشوط الثالث. وسيواجه الفائز من هذا اللقاء المنتخب الجزائري الذي نجح في التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على ليبيا بنتيجة 3-0 البطولة. حقق منتخب تنس الطاولة رجال الفوز على توغو ب3 أشواط دون مقابل في دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، وتقام البطولة في تونس وتستمر حتى 19 من شهر سبتمبر الجاري. كما ضم منتخب الرجال في المباراة كل من عمر عصر ويوسف عبد العزيز وخالد عصر. انتهت أخبار الرياضة والعودة إليكم، أداه محمد. شكرا لك ميرنا. تحل اليوم ذكرى ميلاد مايسترو الكرة الكابتن صالح سليم، أحد أبرز أساطير الكرة المصرية، والذي ولد في عام 1930. انضم لمنتخب مصر لكرة القدم في عام 1950. شارك صالح سليم في العديد من الأعمال الفنية والسينمائية من خلال مجموعة من الأفلام المميزة، منها الشموع السوداء والسبع بنات، وتوفي في 6 مايو عام 2002. الآن موعدنا مع آخر أخبار الطقس وبيان بدرجات الحرارة، تستعرضها لنا من جديد ميرنا. إليك ميرنا. شكرا لكما محمد وأدا. والآن مشاهدينا وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 25، الأسكندرية 31-24، مطروح 28-23، بورسعيد 32-25، والإسماعيلية 34-26. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 33 درجة والصغرى 25، العريش 35-25، طابة 36-25،
شرم الشيخ 40-30 والغردقة 39-29. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 27، أسوان 41-29، الوادي الجديد 38-27، شلاتين 38-20، وحلايب العظمى 35 درجة والصغرى 28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أهم لقطة في هذا اليوم. بلقطة اليوم نصل مع حضراتكم لختام نشرة التاسعة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يقدم التعازي في ضحايا العاصفة دانيال، ويوجه الحكومة بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب. ضحايا العاصفة دانيال تتخطى 2000 وفاة في الشرق الليبي، وأحياء بدرنة تجرفها السيول بسكانها. زلزال المغرب المدمر يتسبب في مصرع وإصابة أكثر من 3000 شخص، وجهود الإنقاذ تسابق الزمن للبحث عن ناجين. انتهت أخبار التاسعة، لكن هواء التاسعة لا يزال مستمر مع حضراتكم ويوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء النور، ازيك يا أدا، ازيك يا محمد. يعني خلونا يمكن من الأول واحد يبدأ بأن احنا بنقدم التعزية لكل أهالينا الشعب الليبي، يعني في وفاة من يعني لقوا حتفهم نتيجة هذا أو هذه العاصفة أو الإعصار دانيال، وبنتمنى للمصابين أن ربنا سبحانه وتعالى يقومهم بالسلامة ويشفيهم ويعافيهم. يعني المشاهد كارثية يوسف، يعني واحنا بنتابع في نشرة صور ومشاهد صعبة. ربنا يكون في عون أهلنا في ليبيا، وربنا يلطف بينا إن شاء الله. يعني كان معنا مداخلة مع دكتور فهيم، قال لنا وأكيد هتتابع إنه إن شاء الله الدنيا خلال 72 ساعة تبقى
يعني محتملة ومفيش مخاطر يعني. اللي قريناه واللي تابعناه يمكن حتى فعلا امبارح والنهارده مع دكتور فهيم في وزارة الزراعة وما إلى ذلك، قالوا إنه كل ده هينكسر بإذن الله بالكثير على يوم الأربعاء، فيبقى الخميس الجو يرجع تاني للحدود بتاعته، نتمنى ما يحصلش أي حاجة. بالتوفيق في الحلقة النهارده. شكرا ليك يا محمد، ألف شكر. استأذنكم نبدأ فقراتنا.